فقال الناظم رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمصطفي مكارما. الأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه يلوى كذا أيضا يجر. أي فعل آخر منه ألف واو ياء ثم كلا عرف، فالألف نوي فيه غير الجزم غير الجزم، وامضي نصب ما كيد ويرمي، والرفع فيه من وحي جازما ثلاثة ولا تقضي حكم اللازم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النوع الأخير من الإعراب، الإعراب ثلاثة أنواع: إعراب محلي يقع في المبنيات وهي الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو استند إلى نون الإناث. والنوع الثاني الإعراب التقديري يقع في ثلاثة أسماء وثلاثة أفعال. الأسماء المقصور إعرابه كله تقديري، والمانع التعذر: جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت، وهو قوله. والأول الإعراب فيه قدر جميعه الذي قد قصر، قصر على ناحية واحدة. والثاني المنقوص تقدر عليه الضمة رفعا والكسرة جرا، وتظهر الفتحة لخفتها، تقول رأيت القاضية يا قومنا أجيب داعي الله، وتقدر الضمة عليه فتولى عنه من يدعو الداعي إلى شيء نكر، وتقدر عليه الكسرة جرا مهطعين إلى الداعي، وقد تظهر عليه الضمة على ثقلها. لا أدري متى أنت جائي، فيوما يوافينا الهوى غير ماضيين، وربما قدرت عليه الفتحة. قال: ولو أن واشم باليمامة داره. قال المبرد: من أحسن الضرورات الشعرية. المضاف لا المتكلم تقدر الحركات كلها، والمانع اشتغال المحل، تقول جاء غلامي ورأيت غلامي مرت بغلامي. الفعل المضارع المعتل بالألف تقدر عليه الضمة رفعا، تقول زيد يسعى، وتقدر عليه الفتحة نصبا، تقول زيد لن يسعى. والمضارع المعتل بالألف بالواو أو بالياء يدخلان في هذا الباب، لكن في حالة واحدة، وهي في حالة الرفع فقط، تقول زيد يدعو ويرمي، فانتصب صار إعرابهما لفظيا لن يدعو ولن يرمي. والثلاثة عند الجزم يكون إعرابها بلفظي، يكون إعرابها لفظيا بحذف حرف العلة، تقول لم يرضى ولم يدعو ولم يمشي. وفي كتاب الله: ألم ترى فليدعو ناديه، ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي، اتبعني أهدك. قل تعالى: واتلو ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. النوع الثاني الإعراب اللفظي، وهو ما لم يكن محليا ولا تقديريا. هذا ما قوله: أي فعل آخر من ألف واو وياء فمعتلا عرف، فالألف فيها غير الجزم وهو النصب والرفع، وأبدي نصب ما كان يدعو يرمي، تظهر عليهم الفتحة نصبا، والرفع فيه من يتقد عليهم الضمة رفعا فقط، والحذف والجزم والحذف فيه منوي واحذف جازما بارك الله فيك ثلاثة هن تقضي حكما لازما واجبا عليك. إذا قدرت على الألف قل المانع التعذر، وإن قدرت على الواو أو الياء قل المانع الثقل، يقبلان ولكن على ثقل. وإذا قدرت على ما قبل ياء المتكلم قل المانع اشتغال المحل، وكذلك قبل واو الجماعة ضربوا نقول فيه فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة. قال بعضهم يقول هذا منع من ظهور اشتغال المحل، وبعضهم يقول مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. والله أعلم.